راه جريمة التجارة في البشر تحمي الكرامة الإنسانية، وبغينا المحكمة تعطي درس، نعم لحماية الكرامة الإنسانية، نعم لتشديد في العقوبة فيما يخص الكرامة الإنسانية. الإنسان يمكن يتنازل على السكن، على الماء، على الكهرباء، ولكن لا يمكنه أن يتنازل على كرامته. هذا القانون ديال التجارة في البشر قالك واخا الضحية تجي للمحكمة وتقولك سمحت له، تنقول لها لا، الجريمة ما كتعلقش بشخص، هذه جريمة تمس الكرامة، تمس الإنسانية، تمس الشعب المغربي كامل. واش يرضى شي واحد ختو ولا مو يدير بها يفعلوا فيها في محل الشغل؟ واش كاين شي رضا بعلاقة جنسية في محل الشغل؟ وهنا غنجيك تصريح بالكيران اللي هو تصريح إجرامي وتصريح لا علاقة له بالكيران، اللي وقع بالعطف على قانون التجارة في البشر، قالك بو 20 راه تجارة راه علاقة رضائية. أو أنا كنشك يكون ياك ما زاروا بالكيران زار بو 20 في محل العمل تا هو وشاف داك الشيء، يعني كفانا عبثا. رئيس حكومة سابق خصو يحترم راسو، ما كانش محترم لا فترة رئيس حكومة لا من خرج، راه الكلام ديالو كلام الأبله والأحمق والمجنون وكيأثر على القضاء وكذا. راه هذا راه رضائي، باش عرفتي أنت رضائي؟ وعلاش كتأثر على القضاء؟ وكيروجوا أن القضاء غيخفف العقوبة، باش عرفتوا أنتم القضاء؟ القضاء حنا مازال ما عرفنا العقوبة، كل واحد كيتمنى، حنا كنتمناو القضاء، نتمنى القضاء أن ينصفنا وأن تكون العقوبة من الشدة بمكان حتى لا يتكرر هذا. شنو كنتظروا من الحكم يعني؟ حنا كنتظروا الحد الأقصى، كنتمناو وكنتوقعوا، كاين النيابة العامة، النيابة العامة التمست بالحد الأقصى، حتى حنا كنخصنا الحد الأقصى للعقوبة.